كده المفروض يا هندسة هتشير ظهر عندي لايف كومبيوتر تقدر تشوف عندك بس ولا فضل ممكن اجهز. السلام عليكم، الصوت شغال كده؟ شغال بإذن الله. طيب خلينا نبدأ نسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ تاني سلسلة ورك اوت اوف ذا بوكس مع الرائع. مش عارف، مش لاقي الحقيقة مقدمة مناسبة أقولها عن مهندس عمر سليم. هو حد بيساعد قوي، حد شاطر قوي في مجال البيم بيلدينج انفورميشن موديلنج، وهو حد يمكن من أساتذتي في 2012، يعني من 7 سنين 8 سنين. أنا شرفت منه دروس جامدة واستفدت منه على المستوى العملي والمستوى الشخصي. الحقيقة هو شخص على المستوى الشخصي رائع، وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى العملي شخص بيشارك علم بطريقة مش طبيعية. لو كلكم تعرفوا بيم أريبيا، هو مؤسس بيم أريبيا، تعرفوا قناة بيم أريبيا على يوتيوب. أي حد عدى بالريفت أو عدى بالمكتب الفني أكيد عدى على بيم أريبيا. ليه مئات الفيديوهات ما شاء الله والبيم عامة، ونشر ثقافة البيم عامة. يعني هو من الناس من اللي بدأوا ينشروا ثقافة البيم في الوطن العربي من البداية. حد شاطر جدا وتالنتد جدا، وبيشارك العلم بلا قيد بصراحة. يعني حد أنا شخصيا بتفاجئ بيه. ربنا يجعله في ميزان حسناته وشرفني. أنا مهندس عمر سعداء أتفق. والله معانا، وشرف لينا وحاجة كبيرة قوي إن أنت تكون معانا النهاردة. ده الله يكرمك، انا متشرف بوجودي وبوسط حبايبنا وحضرتك استاذ، والله يا ترى استاذ الله يسعد شكرا، أمرك. يعني سهل الامور ان شاء الله. الله الله يبارك يكرمك. لك. طيب هو بص، الأول محتاجين إن أنت يعني تعرفنا نبذة صغيرة بنفسك، وإن شاء الله نكمل بقى، ندخل على طول في الجد. نفس الصغيرة. طيب أنا اسمي عمر سليم، شغال في مجال البيم دوت تقريبا من 2005 2006، فالموضوع قوي جدا، وده إن شاء الله اللي هيكون عليه التركيز النهارده. أنا حاليا عايش في قطر، اشتغلت في بعض المشاريع الكبيرة في السعودية، في مصر، في الإمارات، وإن شاء الله يعني أحاول أجاوب على الأسئلة بإذن الله، أساس نلفت الانتباه لأهمية البيم وأهمية العمل الحر إن شاء الله. اهلا بيك يا هندسه ونورتنا. الله بتهيألي انت يكرمك. فعلا من اول الناس اللي اتكلموا في الحته دي اساسا عندنا في مصر وفي الوطن العربي. يعني الله ثقافه يكرمك. البيم انت كنت بتشرح لنا في 2012 وما كانش حد يعرف بيه، الله يكرمك. الله يكرمك. فما بالك يعني من 2005 كمان. يعني كان ايه بقى؟ الله يكرمك. اهلا بيك يا هندسه. الله يكرمك. هو يعني عامه كده، ايه اللي هو البيم؟ ايه اللي هو البيلدنج انفورميشن موديلنج كمصطلح يعني، وبيعمل ايه بقى؟ طيب بص، ده الفاضل هو لما تيجي تبص على الصناعات عموما، صناعه مثلا الموبايلات، صناعه السيارات، بتلاقي في تطور رهيب جدا. يعني لو بصيت على صناعه الموبايلات من 50 سنه مش هتلاقي حاجه، ما كانش في موبايلات، كان في تليفونات. والتليفونات اللي كانت موجوده في 50 سنه نقدر نحطها في المتحف. يعني في بعض المتاحف لما تزورها زي متحف قطر القومي تلاقي التليفون، وانا خدت ابني قبل كده ووريته الحاجات ديت، فهو كان بيقعد يضحك لما اقول له ده تليفون، رغم ان هو كان يعني في خلال 10 سنين تطور. لما تيجي تبص على صناعه السيارات من 50 سنه اختلفت تماما، السياره اللي كانت بتاخد مثلا عشان تتعمل شهر دلوقتي ممكن تتعمل في اقل من يوم، ففي تطور كبير جدا. نيجي لصناعه الانشاءات وصناعه البناء، وهي من اكبر الصناعات على مستوى العالم، وفيها فلوس كثيره جدا وتكلفتها عاليه وخطورتها عاليه وعدد الناس اللي شغالين فيها كبير جدا، مش هنلاقي في تطور خالص. هنلاقي التطور الوحيد اللي حصل وعمل طفرة
كبيره جدا، وخلى فيه تكنولوجيا كتيره تدخل فيه، هي تكنولوجيا البيم. وهي باختصار ان انا بعمل نموذج كامل للمبنى على قلب كمبيوتر، بحيث كان انا بنيت المبنى دوت واستفدت كل المعلومات وبنيته تاني. يعني لو قلنا مثلا الهرم الاكبر عشان يتبني، وده مشروع قومي كبير جدا، ولو حصل فيه اي مشكله ممكن المهندس اللي عمل المشكله دوت يعني ما نشوفوش تاني ويروحوا على الشمس، فيقول لك لا لازم نعمل موديل منه. طيب ما فيش كمبيوتر نعمل موديل، طب هنعمل هرم بنص الحجم او بثلث الحجم. فحتى لو رحت الاهرامات هتلاقي فيه اهرامات صغيره كانت معموله كتجارب انهم يعملوا الهرم الضخم دوت. تكلفه انشاء النماذج الصغيره اللي هي اتعملت للهرم، وتكلفه ان انت تعمل مثلا نموذج لسد، ممكن تبقى تكلفته اكبر من تكلفه الهرم واكبر من تكلفه السد. يعني السد مثلا انت عايز تعمل تجربه ان انت تشوف الميه هتتعمل قد ايه، فلازم تعمل تفريع على الاول وتحاول تعمل السد. تكلفته فعلا ان انت تعمل التفريع او تعمل السد ده ممكن تكون تكلفته اكبر من السد، بس لازم تعملها لان ده مشروع ممكن يموت الدوله كلها، ما فيهوش احتمال تسمح بنسبه خساره حتى لو واحد من 1000. فالبيم ادانا ان احنا نعمل الموضوع ده كله على الكمبيوتر، فما بيكلفناش حاجه خالص. يعني كان في برج مثلا بيتعمل في الامارات، عشان بقى يعملوا سيموليشن وتاكدوا ان هو هيستحمل الظروف وهيستحمل الامواج، اللي هو برج العرب، عملوا سيموليشن بمقارب بمليون دولار، ان هو بيبدا يعمل غرفه معينه ويعمل نموذج للمبنى وبنفس الخامات ويعمل يشوف الامواج هتبقى عامله ازاي، عشان يتاكد ان هو مش بعد ما يتعمل الامواج هتكسر الازاز اللي موجود تحت، هيستحمل ولا مش هيستحمل. فاصبح الموضوع ده كله بيتم على الكمبيوتر بدون اي تكلفه خالص، وبنسبه خطا تقريبا ما فيش. ليه؟ انت بكل مره بتعمل ذكاء صناعي بيستفاد من التجارب اللي قبل كده، وبتعمل سيموليشن وبتعمل حاجات دي. اصبح عندي نموذج قبل ما ابدا في الشغل، بيبقى عندي كل معلومات الكلاشات موجوده فين، احتمال الخطا فين. قبل ما ببعت اللوحه للموقع ببقى عارف فين المشاكل وحلتها، فبيستلم لوحه ما فيهاش مشاكل. وده ساعات كان بيجي لنا يعني استغراب من الراجل نفسه اللي هو المقاول او المهندسين اللي موجود في الموقع. احنا كل مره بيبقى في عندنا كلاشات، وساعات الكلاشات بتكلف ممكن مثلا 20% من تكلفه المشروع هدر. هدر عباره عن ان هو مثلا بعد ما عمل حاجه اضطر ان هو يكسرها، ان هو اضطر ان هو يعملها تاني. بعد ما عمل مثلا الاعمده والكاميرات اكتشف ان في حاجه هتمشي هنا ولازم يكسر فيها ويعمل اوبننج ويعمل الحاجات دي كلها، تمام. فدي عملت مشكله كبيره جدا. مظبوط. وبعدين موضوع سنة سنة وبعدين موضوع الحصر بتاع الحاجه، انا ما اعرفش تكلفه المشروع قد ايه، فانا لازم اعرف تكلفه المشروع قبل ما ابدا شغل، وابدا اعرف يعني تكلفه المشروع نفسها. ساعات واحد يقول لك اعمل لي موديل بيم، مش عايز منه غير ان انا اعرف تكلفه المشروع هتبقى قد ايه. ان هو عايز يدخل مثلا على المشروع يعرف هيطلب كام، هيطلب مثلا مليون، هيطلب 2 مليون، يخاف يطلب حاجه اكبر ما يجيش المشروع، يخاف يطلب حاجه اقل ان هو يخسر في المشروع. فكل الحاجات دي بنعملها من خلال البيم. موضوع الاستدامه، موضوع الاستدامه من الحاجات المهمه جدا، وعشان تعمل الموديل مظبوط وعشان تطلع رقم مظبوط وتعمل حاجه مظبوطه لازم ثانيه قدرة ثانيه دي واحدة إن شاء الله أكون معكم. أنا آسف. فهو فكرة البيم أصلا عملت نقلة كبيرة جدا، بدل ما إحنا كنا بنستخدم الطرق التقليدية في الأوتوكاد، وبرنامج الأوتوكاد برنامج رائع بس هو مش متخصص. يعني لو قلت له عايز أرسم هدوم، في ممكن ترسم عليه هدوم، ترسم مثلا وردة شجرة، وفي ناس كتيرة متخصصة في الحاجات دي، يعني هي شغلها كده. هو بيقدر يعمل الموضوع دوت. موضوع البريف أبلكيشن، انا كنت بدي كورس لشركه هنا في قطر متخصصه في التكييف ومتخصصه في الام اي بي. فهو كان عنده مشكله رهيبه جدا، ان هو كان بيبعت للمصنع يقول له قطع لي الصاج التكييف بمقاسات معينه، بعد ما تقطع وتنزل للموقع يفاجئوا ان 100% منهم غلط. بيضطر ان هو في قلب الموقع يبدا يقطع تاني، يبدا مثلا يكتشف، كان زمان يكتشف ان في حته اكبر فيضطر يقطعها، او حته اصغر فيضطر ان هو يرميها، وبيبقى فيها هدر كبير جدا. لما بدانا اشتغلنا بتقنيه البيم وفهم فكره البيم، وبقى ياخد الموديل يدخله على برامج متخصصه، تروح باعته للسي ان سي كل قطعه تبقى طولها قد ايه بالظبط وتتنفذ، فعلا فرق معاهم جدا، واكتشفوا ان الحاجه بتتركب 100% ومفيش اي هدر. في مثلا مشروع موجود هنا في قطر،
اللي هو المتحف القومي اللي هو على شكل رملة الصحراء وكده، لما تيجي حضرتك تبص عليه الحاجات دي صعبة جدا تتعمل في قلب الموقع لأن هو غير مجهز كده، لازم تتعمل في المصنع ومفيش قطع زي التانية، ما ينفعش آخد حاجة وأقول لا دي هتحط مكان دي، فلازم تتعمل بدقة رهيبة جدا. عشان كده هو اتعمل ببرنامج من برامج البيم اسمه تكلا، واتعمل بدقة قوية جدا عشان ينفع إن هو يتركب مع بعض وإن هو يظهر معانا بالشكل النهائي الغريب ده. يعني كنا بنشوف التصميم بتاع جان نوفل كنا بنقول لا ده صعب ان هو يتنفذ، بس باستخدام تكنولوجيا البيم وبرنامج تكلا اصبح حقيقه وواقع دلوقتي. إن شاء الله. الله ينور، وشكرا الله يكرمك. على التعريف الشامل دوت. يعني أنا نفسي فوجئت بحاجات كتير. طيب إيه البرامج بقى؟ يعني إحنا عرفنا المكتب الفني وليه مهم، حضرتك جاوبتنا السؤالين في سؤال واحد. فإيه البرامج بقى؟ يعني الناس شوية قصرت المعرفة بتاعتها على ريفيت، يعني لسه هنتعلم الريفت، بس هو الريفت بقى وايه يعني، ايه البرامج اللي بتندرج تحت سلسلة البيلدينج انفورميشن موديلنج او البيم؟ طيب بص يا استاذ فاضل، اولا البيم بيلدينج انفورميشن موديلنج زي ما حضرتك قلت، وفي كتب كتيره بدات تغيرها تخليها بيلدينج انفورميشن مانجمنت، ان انا عايز ادير معلومات المشروع، اداره معلومات المشروع مش مجرد ان انا بعمل موديل 3 دي. طيب عشان نبدا نشتغل بيم مظبوط لازم يبقى في عندي حاجات كتير، حاجات خاصه بالتكنولوجيا اللي هي زي السوفت وير والهارد وير وحاجات تانيه كتير، وحاجات تانية خاصة بالستاندرد اللي احنا هنشتغل عليه وكده، وحاجات خاصة بالبوليسي هنتفق هنشتغل ازاي. وانا هتكلم في بعض النقط اللي حضرتك استاذنا فيها اللي هي زي موضوع الادارة. تمام، لو احنا مش بنعرف ننسق بين بعض وبنتشارك المعلومة مع بعض، البيم مش هينفع معانا، بلاش يعني بلاش تروح للبيم لو انت الفريق بتاعك مش متكامل وبيضرب في بعض، وانت في الشركات اللي انت شغال فيها لان ما فيش مشروع بيتعمل لوحده، لازم مشروع يبقى كذا شركه. فلو الشركات ما بتشاركش المعلومه مع بعض ده يبقى مش هينفع معاها البيم، لا احسن لها انها تكمل كده لان هو هيهدر كتير من وقته وجهده وفي الاخر مش هيقدر ياخد فايده البيم. البيم محتاج اللي هو نظام من انظمه الاداره اللي هو الاي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري، ان احنا كلنا مسؤولين عن المشروع وكلنا بنتعاون وكلنا بنتشارك المعلومه. صحيح. طيب السوفت وير هو جزء من التكنولوجيا، يعني هو جزء من اجزاء البيم وليس البيم، يعني كل سوفت وير هو جزء من التكنولوجيا والتكنولوجيا جزء من البيم، عشان نعمل بيم مظبوط بنحتاج التكنولوجيا. وجزء من السوفت وير دوت هي البرامج بتاعت الديسك، وجزء من البرامج الديسك ده هو الريفت. فالريفت لا يمكن يساوي البيم، البيم هو عباره عن فلسفه وتكنولوجيا، مفيش برنامج اسمه البيم، هو عباره عن مثلا ايه فكر الاداره، فكر الاداره هنفكر ازاي، هل هنفكر باسلوب الاداره التقليدي اللي احنا شغالين بيه اللي هو البي ام بي، ولا هنفكر باللين، ولا هنفكر بالاجايل، ولا بالسيكس سيجما، نبدا نشوف هنفكر بايه. التولز اللي موجوده مش تفرق، فمن ضمن التولز اللي موجوده الريفت، من ضمن التولز الموجوده ممكن شركات كتير تعمل شغل بيم وما تعملش شغل الريفت. طيب الريفت مشهور ليه؟ على اساس اسباب كتيره منها قوه الدعايه اللي اوتوديسك بتعملها، انما في برامج ثانيه اقوى ممكن تلاقي برامج كتير اقوى، بس الريفت عنده ميزه برضو ان المعماري والانشائي والكهروميكانيكال بيشتغلوا مع بعض، فدي ميزه حلوه. طيب في coordination. برامج تانية هو حسب انت عايز ايه من البيم، يعني في برامج مثلا متخصصه في انها تعمل موديل 3 دي زي مثلا اركيكاد، ده معماري، في تكلا انشائي، في مثلا في برامج ايكو سيم من برامج برضو الكويسه في البيم، في برامج كتير جدا بتعمل الموديل 3 دي معماري وانشائي وكهروميكانيكال. في برامج متخصصه في انها تضيف البعد الرابع اللي هو بعد الزمن اللي هو خاص بالبلانرز اللي خاص باداره المشاريع، كل الحاجات دي ممكن نعملها من خلال برنامج زي النفس وركس، زي مثلا في برنامج ايه في سينكرو، في برامج كتيره جدا بتعمل نفس الموضوع بنفس القوه. فاحنا عندنا برامج كتيره جدا تضيف البعد الرابع، في برامج كتيره تضيف البعد الخامس اللي هو تقدير التكلفه، ومنها مثلا نفس وركس كويس قوي في تقدير التكلفه، وممكن تصدر الشغل بتاعك لبرامج بتاعت تقدير التكلفه تقدر تاخد المعلومه. في برامج تانية خاصه بالاستدامه، يعني عندنا برامج متخصصه في موضوع السستينابيلتي. زي ايه مثلا في موضوع السستينابيلتي؟ كان عندنا مثلا برنامج اسمه ديزاين بيلدر، عندنا برنامج مثلا اسمه سايت 360، في برنامج كان كويس اسمه ايكوتكت وفزايري، دول بس وقفوا دلوقتي. فاحنا عندنا مجموعه برامج حلوه، وحتى لو مش من برامج البيم فاصبح فيه ادوات او في طريقه ان هم يبعتوا لبعض المعلومه. يعني زمان كان كل برنامج مستقل بذاته، دلوقتي عملوا حاجه بيلدينج سمارت، دي شركه موجوده في امريكا
مش تابعه لاي شركه، هي متكونه من الشركات العملاقه اللي شغاله في مجال الاي سي، كلهم بيتعاونوا مع بعض بحيث ان هم يقدروا الكلام مع بعض. يعني على سبيل المثال الريفت بيساف ار في تي، في بس نفس اوركس بيساف ان دبليو دي وان دبليو سي، في برامج ثانيه بتسيف مثلا اي ال بي، فازاي اتكلم مع بعض، ازاي اخد شغل من هنا لهنا. فاتفقوا مع بعض ان احنا هنتكلم لغات مشتركه، في ملف عادي تكست صغير خالص في الحجم اسمه جي بي اكس ام ال، ده عباره عن ايه، جرين بيلدنج اكسترنال مارك اب لانجوج، عباره عن ملف صغير خالص تحس ان هو ملف تكست في كل المعلومات، في عدد الغرف اللي موجوده، في كل غرفه الانرجي بتاعتها قد ايه، في كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. فانت بتاخد الملف ده تديه لاي برنامج من برامج السستينابيلتي يشتغل معاك بدون اي مشاكل خالص. في برامج خاصه بالفاسيلتي مانجمنت، فهو الفاسيلتي مانجمنت في برامج خاصه فيه، فاحنا اصبح عندنا طريقه لنقل المعلومات من برامج البيم للبرامج بتاع الفاسيلتي مانجمنت. في برامج خاصه بالسيفتي، لو احنا عايزين نتاكد ان مفيش اي حد من العمال هتحصل له مشاكل وكده، ففي برامج متخصصه في موضوع السيفتي. بيعمل ايه؟ بيعمل مثلا كان في انسان بيمشي ولما تحصل له مشكله او يقع تعرف ان السور مفيش سور هنا، فانت تبدا تركب السور، بس لازم يكون عندي الموديل الاساسي بتاع البيم. زمان كنت اضطر ان ادخل كل برنامج من البرامج ارسم الحاجه دي تاني. فمثلا كان في واحد صاحبي بيعمل حاجه على برنامج اسمه انسيس، ده برنامج متخصص في السي في دي. انت عشان تعمل الموديل جواه بتاخد مثلا تقريبا مثلا اسبوع. بعد كده بعد ما عملت الموديل بتقول له اعمل رن للسيموليشن، فالرن ده مثلا انت اخدت جهد في ان انت تعمل الموديل اسبوع، وان انت تعمل الرن ده مثلا هي نص ساعه مثلا، وهو بقى بيقعد مع نفسه يعمل ثلاث اربع ايام. فانا لما اديت الموديل انا وفرت له الوقت اللي هو الاسبوع اللي هو بيعمل فيه الموديل. لما انت تعمل موديل كويس على البيم تقدر تدخله على برامج التحليل الانشائي، تقدر تدخله على برامج تحليل الشمس الهواء كل الحاجات دي. فاصبح عندي الامكانيه ان انا اتعامل مع كل البرامج اللي موجوده في السوق، حتى لو هي مش من برامج البيم، لان اصبح فيه لغات مشتركه زي الجي بي اكس ام ال والاي اف سي. الله ينور. هي مهندس عمر عامه موسوعه يعني، يعني هو الله يستر. علينا حاجات كتير قوي غير اللي كنا يعني بالاضافه للي احنا كنا بنسال فيه. يعني كل حاجه من دول محتاجين ندور فيها اساسا ونعرف عنها اكتر. انا اول ما اعرف كمان انه داخل في مجال السيفتي. لا دي لا، في معلومه. كتب في موضوع سيفتي، في كتب في موضوع سيفتي، لان موضوع خطر وانت عندك الموديل، فانت ممكن ببرامج كتير جدا. يعني عندك برنامج مثلا بنعمل الوضع في سيناريوز بقى. برنامج سينكرو بيبقى فيه كذا سيناريو، في ان انت تحدد الحاجه دي فيها الريسك بتاعها قد ايه، وفي ان انت تعمل محاكاه لطريقه تركيبه الحاجه بحيث توريها للعمال هتتنفذ ازاي، وفي مثلا ان انت تشوف الكرين هيمشي ازاي وتركب ازاي، بدل ما تحطه في مكان غلط طب هيتفك ازاي لما يتركب. في مشروع من مشاريع مصر كان جنب القصر الجمهوري، بعد ما ركبوا الكرين بين الابراج ما عرفوش يفكوه، يعني ان هو يتفك وينزل بقى. في بعض المشاكل هو بيبدا يديك سيناريو ليها، يعني حركه موف، يبدا يعمل لك زي فيلم فيديو تشوف الحاجه تتركب ازاي، فيفهم الناس المشاكل بتاعتها ازاي. فهو في موضوع سيفتي قوي جدا، في حاجات كتيره جدا فيه. مظبوط. الله ينور. انا فاكر اول ما اتعلمت مع حضرتك الريفت كنت فرحان قوي لما عملت اول موديل ومشيت جواه بقى باللي هو الوكس ثرو ووك دوت. ثرو. انا كنت ماشي جوه المبنى وعمال اشوف الكاميرا، وكانوا يعني كانت حاجه مبهره ساعتها. هو دلوقتي بقينا بنعمل ووك ثرو بس من خلال النظارات بتاعت الفيرتشوال رياليتي. هو ده جديد بقى. ما يعني في من ضمن الحاجات اللي بتاثر على المشروع اللي هو كل شويه الملك يعمل لك ريورك، يقول لك لا غير دي غير، لانه ما كانش متخيل. فلما ادينا له نظاره ومشي، فقبل ما نبدا المشروع هو كان ليه كومنتات، لا كبر السلم، صغر السلم، يعني فبدانا نعمل الحاجات دي قبل ما ننزل الموقع، فدي فادنا كتير جدا. يعني بتفرق جدا، بتفرق جدا. دي قائمه دلوقتي هندسه هي موجوده دلوقتي، يعني النظارات اللي هي ايه، نظارات سامسونج دي عاديه ولا؟ بص، هو في نظارات كتيره جدا، في يعني في بعض النظارات سعرها بيوصل مثلا 10 جنيه، تمام، بتبقى قايمه على ايه، انها حته بلاستيك ونظاره ولازم تحط الموبايل بتاعك. وفي نظارات خاصه بمايكروسوفت هولند، وفي محاضره عنها ان شاء الله قريب في بمريبيا، ان هي اصلا فيها كل حاجه، مش محتاج تحط لها موبايل، وفيها بعض الضرائب تخليك تقرب وتبعد وتتفاعل مع الحاجات والحاجات دي كلها. وفي تكنولوجيا تانية ان انت بتلبس مش نظاره بقى، بتلبس خوذه كامله بحيث ان انت تشم الريحه بتاعت الحاجه لو في ريحه، ان انت تحس بالحاجه، ان يعني وفي حاجات بتبقى بدله كامله بس دي غاليه، بحيث تبقى ماشي في الطريق شايف هتمشي صح هتمشي غلط. يعني من ضمن برضو المشاكل اللي بتحصل، ناس كتيره
موضوع الميول بتاع مثلا ذو قدرات خاصه، اللي هو مثلا عايز ينزل بدل السلم، لازم يبقى فيه محاكاه للموضوع دوت، بحيث ان احنا نتاكد هل الزاويه دي صح ولا غلط. فموضوع المحاكاه ده بيوفر عنا وقت كتير جدا وهدر بيحصل بعد المشروع يخلص، تكتشف المشاكل. هو بيعمل لنا زي محاكاه ونبدا نشوف المشاكل اللي بتحصل، زي لعبه سكند لايف لو حضرتك لعبتها، ان انت بتخيل نفسك في القصه ديت، وهو نفس الفكره. يعني ما وقفت الألعاب من زمان الحقيقة، بس فايتني كتير. يعني التكنولوجيا كل يوم بتتضاعف مش بتزيد بقى زي قبل كده، في مجال واسع جدا ما شاء الله. طيب حضرتك قلت إن هي منهجية، مش بس ثقافة برامج، فالمنهجية دي يعني تهدف لإيه؟ تهدف إن أنا أقدر أبقى المشروع متوقع من قبل تنفيذه. يعني دي حاجة بتهمنا جدا في مجال البلاننج وتخطيط المشروعات، انك دي مشروع الشاطر مش اللي بيتفاجئ، اللي هو طول الوقت ايه ده وازاي وايه ده، لو طول الوقت عم ياخد على راسه وبيتفاجئ دوت مش بدون مشروع. فهي بتساعد في دي كمان، يعني حتة انك تبقى المشروع متوقع، اعتقد دي المنهجية بتنتج لكده صح؟ او بتهدف لكده. المنهجية بقى يعني عايزين نوصل لايه، او نخلص لإيه من استخدام البيم عامة كثقافة بقى؟ طيب، هو فكره البيم ان هو بيخليني متوقع المشاكل اللي هتحصل، فببقى عارف. كان مثلا كنت شغال في مشروع وخلصت المشروع دوت، ورحت قالوا لي ايه، احنا عايزين نفس المبنى اللي انت بنيته ده تبنيه تاني. فانا من قبل ما ابدا المبنى دوت انا عارف كل المشاكل الموجوده فيه، وعارف تكلفته، وعارف الحاجه اللي فوجئت بيها المره اللي فاتت، والحاجات دي كلها. وده اللي بيفرق مدير المشروع عن مدير اخر، ان هو الخبره بتاعته واشتغل في مشروع زي كده ولا لا. ازاي ساعات يقول لك ايه، انا عايز مدير مشروع يكون اشتغل في مبنى بتاع استاد، لازم يكون اشتغل في مبنى استاد او في مبنى مستشفى، بحيث ان هو يكون عارف المشاكل اللي كانت موجوده في الحاجه دي. فهو فكره البيم ان انا بعمل نفس المشروع اللي هيتعمل في الواقع، وبعرف كل المشاكل، بس ما بتكلفنيش حلها حاجه، ببقى سابق الحاجه بشويه بشويه. في برضه نقطتين، النقطه الاولى ان المعماري والاشياء الكهروميكانيكا اللي ممكن كل واحد فيهم عامل الموديل بتاعه والباقي مش قادر يتخيله. بمعنى ايه؟ لو المعماري عمل اتنين فلور فوق بعض، فالانشائي مش قادر يتخيلها، يعني عمال يقرا اللوحه في التو دي مش قادر يفهم ايه اللي مطلوب، والام بي كذلك. في اخر المشروع يكتشف ان هو ما كانش فيه سقف واحد، لا ده كان فيه سقفين وبينهم مثلا 5 سنتي. وده حصل في مشاريع، وفوجئوا في اخر المشروع هم بينفذوا، ايه ده كان يوصل كده، ده احنا ما كناش فاهمين الفكره. تمام، فدي من ضمن الحاجات، ان هو ما تخيلش حاجه غير لما المشروع خلص. في ممكن مثلا يعني ساعات بتحصل ان هو انا مش فاهم الفكر بتاع الراجل دوت، في حاجه استثنائيه مثلا حصلت، فانا محتاج ان انا اكون فاهم المشروع ازاي ومتخيله. النقطه الثانيه الا هو برنامج البرمافيرا. برنامج البرمافيرا برنامج محترم جدا ومحدش يقدر يغلط فيه، على عيننا وعلى راسنا. اللوحه بتاعته يعني هيفهمها المهندس البلانر، انما لما تيجي تشارك المعلومه مع بقيه المهندسين محتاج ان انت تقعد تشرحها له، محتاج ان هو مش قادر يتخيلها. ولو في اسبوعين ثلاثه ما فهمش شغل مش هيقدر يفهم، ولو في ايام شغل في نفس الوقت وفي نفس المكان مش هيقدر ياخد باله من الغلط ديت. انما لما بتشوفها بقى تربطها بالموديل، ويبدا يشوفها 3 دي، ويبدا يشوفها 4 دي، ويبدا الحاجه تتكون قدامه، ويبدا يتخيل شكل الحاجه هتتعمل ازاي. يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندي مثلا غرفه بتاعت البامب روم، وبعد كده عايز اركب البامب، فبعد ما بنيت الغرفه وعملت الباب، البامب مش قادر يوصل من الباب. الباب صغير والبامب قده 5 مرات، فهتضطر تكسر حيطه. فانا عملت ري وورك. تمام، وده من ضمن الحاجات اللي بتتعارض مع مبادئ اللين. فلا، محتاج ان انا ادخل البامب الاول وبعد كده ابني الحيطه، او ابدا اشوف السيناريوهات اللي موجوده. فدي من ضمن الافكار، ان اصبح المعلومه بتاعت الشغل بتاع الزمن وايه اللي هيبقى قبل ايه بقى مفهوم لبقيه الاقسام، فيقدروا يناقشوا ويقدروا يقول لك لا ده انا محتاج دي قبل دي، محتاج ان انا اخلص ده الاول، وهكذا. مظبوط. طب هو ليه بقى، يعني ليه بقى يعني ثقافة البيم ماشية بالبطء عندنا؟ ليه التبني بتاعها بطيء؟ اتكلم من ناحيتين، اتكلم من ناحية الشركات ثم من ناحية بقى الناس نفسها اللي هي اللي بتشتغل البيم. تمام، طيب، هي من ناحية الشركات تقول لك احنا بقى لنا كتير شغالين بالاوتوكاد مثلا 20 سنة، فان احنا نتبنى اي تكنولوجيا جديدة بيحصل غلط. وبعدين ممكن شركة تيجي تتبنى البيم باسلوب خاطئ. باسلوب خاطئ بمعنى ايه؟
سيبك من موضوع البيم، خلينا نتبنى اي تكنولوجيا جديده. اي تكنولوجيا جديده لازم عشان نتبناها ما احولش الشركه من يوم وليله للتكنولوجيا دي. المفروض اخلي مثلا ثلاثه اربعه يبداوا يشتغلوا عليها ويدوني ريبورت هل الحاجه دي صح ولا غلط. احنا مثلا لما جينا نطبق البيم في احد الشركات في مصر، وكان معانا مشروع كبير جدا عباره عن سجون، بس سجون 5 ستار، حاجه فخمه جدا يعني، كل غرفه فيها تكييف، ده حقيقي مش هزار، وفي جاكوزي وفي حمام سباحه وفي كل حاجه ممتازه يعني. وعايز وسط عشان تدخل السجن دوت. فطب هناخد بقى هنبنيها كله بيم؟ قال لك اه كله هيتبني بيم، بس في المرحله الاولى هتاخدوا غرفه واحده، وان روم، ومعاه حمام صغير ومطبخ. ليه حمام صغير؟ على اساس ان انت تجرب موضوع البلامنج، ما تتفاجئش ان انت اشتغلت معماري وانشائي وتكييف والبلامنج وقع منك. لا، خد الغرفه الصغيره دي وخد وقتك فيها، مش هضغط عليك. لو فاهم اللي ناقصه اخش جيبها، لو مش عارف تطبع خش جيبها، بس انا عايزك تبدا من اول خط لحد ما تقدر تطبع وتقدر تعمل اكسبورت للكاد بدون مشاكل. تطبع انا عايز اشوف اللوحه اللي تطلع من الريفت. الكلام ده كان في 2012، تطلع تيبيكال للوحه بتاعت الكاد، ما حدش يعرف الفرق بينهم. ولما اعلم على اللير تبقى اللير مظبوطه، وكل شويه بقى ايه، اول ما طلعنا شغل لا عايزين نظبط دي نظبط دي لحد ما قدرنا نوصل ان احنا نطلع شغل مظبوط. طب خدوا بقى مبنى كبير، خدنا مبنى كبير. كنا الاول احنا عندنا كان في الشركه تقريبا 12 واحد مثلا في كل قسم. طب هناخد للبيم من كل قسم واحد بعد ما عملنا المشروع، طب خليها اثنين، طب خليها ثلاثه، طب خليها اربعه خمسه، لحد ما الشركه كلها بلا استثناء بقت شغاله باسلوب البيم وباسلوب الريفت، وبدانا خلاص اعتمدنا الموضوع. طيب عشان الشركات تتبنى البيم، هو بيخاف ان هو ياخد المخاطره، يقول لك طب انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا اشتري اجهزه واشتري برامج واشتري، وانا ممكن ادفع فلوس كتيره جدا تكلفه التحويل، وفي الاخر اصلا انا امشي وواحد تاني هو اللي استفاد من المزايا بتاعته. ف يعني بلاش يعني بيكبر دماغه. التحويل للبيم ليه ثلاث طرق. الطريق القوي ان الشركه هي اللي تجبر، الدوله تقول لك اجباري ان انت تطبق بيم، وده اتعمل في دول كثيره جدا، بريطانيا 2016، كوريا الجنوبيه، في سنغافوره، دول الكومنولث، فنلندا، في كندا، في دول كثيره جدا قالت لك اجباري ان انت تعمل البيم. وامريكا في المشاريع الحكوميه اجباري، لو انت عايز تاخد المشروع لازم تطبق البيم، لان البيم بيقلل هدر الموارد، واحنا عايزين نحافظ على الموارد. الاسلوب الثاني من تحت، يعني السبلاير بيجيب لك شغل بيم، وده ضعيف. اقوى حاجه ان الدوله هي اللي تفرض، الثاني حاجه السبلاير وده ضعيف. الحاجه الثانيه الشركات بتغير من بعض، الشركات اللي زي بعض، يعني تلاقي مثلا شركه مثلا اوراسكوم تبنت البيم، ففي شركات اللي حواليها اللي بنفس الحجم اه ده في شكلها تكنولوجيا كبيره، عايزين نتبنى التكنولوجيا دي، ويبداوا يسالوا ويشوفوا ويتبنوا التكنولوجيا دي. بس هي الفكره كلها ان لازم يمشي على الخطوات. انا في كتاب عامله متخصص في موضوع التحويل للبيم ازاي، لازم نبدا واحده واحده، لازم نبدا في مشروع صغير ما يكونش مرتبط او مزنوق في وقت، لان لو مزنوق في وقت هتلاقي اه احنا هنسلم، طب خلاص خش في الكاد، ارجع للكاد. لازم يكون معاك واحد مثلا بيم مانجر عنده الخبره. ممكن تكون مشكله صغيره جدا تافهه وواحد خبره مثلا ممكن يحلها في ثانيه، واحنا مش عارفين نحلها ازاي، فنقعد نلف على قدام بعض. يعني مثلا لو عندي حيطه ازاز وعايز اركب فيها باب، في ما بتركبش، طب اركبها ازاي؟ فهي ليها حلول، ليها حلول وسهله جدا، بس لو انت الفريق كله لسه بيبتدي هتلاقي عطله بسبب ان انت مش لاقي الحاجه دي. انما لو انت بادئ بالتمبليت مظبوط، بادئ بالفاميلي بتاعتك، مكتبه الفاميلي موجوده جاهزه، معاك كذا مشروع بحيث تبص في الحاجه لو انت حاجه وقفت قدامك، هتلاقي الموضوع سلس جدا. فالشركات بتتردد لانها مش اجباري، والشركات اللي حواليها لسه ما بداتش في الموضوع. الافراد بيقول لك لا انا اتعلمت الكاد هو كفايه، بس هو الفكره كلها الامام علي بن ابي طالب بيقول قيمه كل ما يحسن. فلو انت عارف الاثنين بقوه وعندك خبره في الاثنين، الشركات اللي عايزه كاد هتقول لك تعالى، والشركات اللي عايزه بيم هتجي لك تعالى، هقول لك تعالى. ومرتب الواحد ممكن يتضرب في 1.3 لو هو شغال بيم مع العادي. يعني هو لو شغال عادي مثلا مهندس، هيبقى مثلا مهندس بيم انجينير، فمرتبه المفروض بدل مثلا ما كان بياخد 10 لا ياخد 13 مثلا. ده الرينج المرتبات. ده اللي عايز اوصلها بقى، ان احنا نحول الكلام لارقام، لان الناس بتبقى بتسمع ارقام تقول له المشروع هيبقى حلو، المشروع هيوفر، المشروع يعني هيوفر كام؟ شهور المقاولين بقى. فبالنسبه للشركات، هل في ارقام يعني الريفت مثلا عاده بيوفر كذا، او ككوست او تايم؟ لان فعلا في بيحصل دايما الريورك، ودايما اولا هو تاثير كواليتي وتاثير تايم وتاثير كوست وتاثير ريبيتيشن. انت ما
تعمل لي مبنى وتقعد تتصلح فيه قد كده وفي الاخر تسلمه لي وانا لسه عندي مشاكل، مش هجيبك تشتغل تاني كشركه. فهل في ارقام يعني الريفت مثلا او البيم عاده بيوفر قد كذا؟ هل في لا، من حاجه؟ ناحيه الارقام في كتير، يعني في جامعه اكسفورد كانت عامله ارقام كتيره هحاول اشوفها لك، بس هي في العموم يعني لما حد بيشتغل باسلوب البيم وبيجرب الوقت بيوفر معاه قد ايه، ما بيشتغلش كالتاني، بيلاقي ان الموضوع فعلا بدل بيضيع وقت كتير الكاد. ولو انت مثلا غيرت حاجه في البلان لازم تقعد ترجعها تعدلها تاني في السكشن وتاخد وقت كتير جدا. هي ده مهم اصلا ان البيم بالمناسبه، يعني للتاكيد بيم بيطلع لك لوحات الكاد برضو يعني، فانت ستيل ماشي على بيحط بتاعك، كده. ما قطعتش تماما. يعني انت لو عايز تدي حد مثلا لوحه وهو مش شغال بيم، هتدي له لوحه اوتوكاد عادي خالص وهيشتغل بيها كويس جدا يعني. تمام فدي مهمه المعلومه دي، ناكد عليها. تمام يا باشمهندس. تمام يا هندسه. يعني انا مثلا لما باجي ادرس مانجمنت، انا بقول دي ارقام وهي لها احصائيات، يعني ان هو المشروع بيشتغل برينج من حوالي 70% من تكلفته نتيجه انه اشتغل اداره صح. اعتقد نفس الحال مع البيم، لان هو البيم بيساعد في اداره المشروع. تمام، هو حتى في البي ام بي انا متوقع السادس، دي حاجه كبيره. اتفضل. البي ام بي الاصدار السادس في جزء البروكيورمنت قال لك لازم تستخدم موضوع البيم. البروكيورمنت اللي هو نقدر نقول سبلاي تشين، او ان الحاجه تيجي في ميعادها. لو الحاجه جت قبل ميعادها هضطر ان انا اخزنها، ممكن حاجه تيجي قبلها بشهرين ثلاثه فاخزنها، ولو جت متاخره فمعنى كده ان انا هعطل الشغل بتاعي لحد ما يجي ميعادها. ممكن اكون مثلا لسه ما عملتش السقف والحاجات اللي حاطه في السقف جت، فانا مضطر، ولو جت متاخره الشغل هيوقف لحد ما الحاجه دي تيجي. فعشان اضمن الحاجه تيجي مظبوطه امتى، لازم اكون رابطها بالبيم ورابطها بالبعد الرابع، فببقى عارف مثلا من اول مشروع ان انا هحتاج الحاجه دي في شهر 4، فاطلبها قبلها بشهرين ثلاثه، اقول لهم انا مش عايز الحاجه دي دلوقتي، انا عايزها توصل لي يوم مثلا 1/4، فتيجي بالظبط، تيجي تتركب لو اضطر ان انا اخزنها، ولا بضطر ان اوقف الشغل لحد ما الحاجات دي تيجي. انت لو هتخزنها هتدفع تكلفة تخزين، هتدفع تكلفة التخزين. ولو هت وممكن كمان يبقى في يعني البوست بتاعت ان الحاجة تبوظ، هتيجي التخزين غير مناسب. وفي حاجات كمان بتحتاج ان هي تيجي تركب على طول، يعني انا جربتها في كونستراكشن دي، في اكويبمنت ما ينفعش بقى تخزينها اصلا، هي لازم تيجي تركبها في مكانها. كنا شغالين في موضوع مصنع مياه معدنية، يعني كانت الاكويبمنت يعني هتيجي يوم 1/7، 1/7 لازم البيز بتاعتها تكون موجودة ولازم تكون خلصانة، والشغل اللي فوقيها خلصان، لأن أنت مش هتعرف تشتغل فوقيها حاجة، هي اكويبمنت كبيرة مش هتعرف تشتغل حاجة فوقيها في السقف مثلا وهي مرمية راكبة، ولازم يكون الأرض خلصانة، البيز بتاعتها خلصانة موجودة، والبوكسي لو أنت شغال الأرضيات خلاص يعني هتيجي تحط وهتقفل عليها وتمشي مش هتشتغل جنبها. تمام فدي كانت مهمة. نفس الوقت طبعا لو الحاجه اتاخرت فهي اخرتك، يعني لو الحاجه اتاخرت عن وقتها فهي اخرتك عن مشروع ايام، وممكن يكون في بينالتيز ليكويديت دامجز تطبق عليك، وممكن يكون انت كمان بتدفع اندايركت، ما انت المشروع لو انت خلصته النهارده غير لو خلصته كمان شهرين، في شهرين بتدفع فيه مرتبات تاني واجور تاني ومشاكل تاني. فصح الكلام ده حضرتك. طيب ده للشركة. المهندس بقى، أنا ليه أحول أو ليه أتجه للريفت أو ليه أتجه للبيم عامة كأبليكيشنز بقى؟ يعني إحنا قلنا في ريفت وفي غيره يعني، بس ليه أفكر بقى إن أنا أروح للمجال ده؟ حضرتك قلت إن هو 1.3 الراتب، السالري بتاعه على الأقل 1.3، أنا أعتقد أكتر لأن هو دلوقتي لسه قليلين، خاصة لو بنتكلم مثلا عن مصر، فالناس دي قليلة جدا والطلب بيزيد. هو حسب حجم المشروع وحسب طبعا احتياج المشروع. يعني مثلا اوراسكوم كانت محتاجه ناس كتيره جدا في مشروع المتحف، فالعدد قليل جدا، فالرقم اللي انت بتطلبه بتاخده. في مشاريع كده بيقول لك ايه، حتى لو السوق واقف كل حاجه بس احنا محتاجين حد يفهم الحاجه دي، فاي رقم هو يطلبه هياخده. على سبيل المثال مثلا في قطر هنا قال لك لازم المشاريع تبقى معموله باللين مانجمنت، ولازم عشان تقدم المشروع يكون معاك واحد في اداره اللين. فاي حد بيطلب حاجه ويكون معاه شهاده ان هو لين بياخد المبلغ اللي هو عايزه. فالفكره كلها حسب الحجم المشروع، حسب الاحتياج وحسب الحاجه ديت.
طيب ليه انا اتعلمه؟ لان ده بيزود فرصي في الشغل، بيزود، بتلاقي في بعض المشاريع محتاجه ان انت لازم تكون معاك الموضوع ده. على سبيل المثال مثلا مهندس بلانر مثلا، هو شغال بالاسلوب عادي، لا طب بيعرف برمافيرا كويس جدا، لما يقول لهم لا انا معايا برمافيرا ونفس وركس، ممكن ما يكونش شغال ريفت خالص، هو كل اللي بيعمله ان هو بياخد شغل البيم ويربطه بالبرمافيرا، فده حاجه مستقله بذاتها، مش لازم يكون عارف اي برنامج من برامج اللي عمل الموديل، لا هو مجرد بس بيربط بين الاثنين، فسعره بيزيد في السوق لان قليل قوي اللي يعرفها. ممكن يكون المشروع بيتعمل موديل بس مش عارفين يربطه بين الموديل وبين الجدول الزمني، فدي بيبقى ليه سعر اكبر. هو وكل يا واحد ريت حضرتك تشارك معانا الحاجات دي يعني في لينك او حاجه، سواء الكتاب اللي حضرتك قلت عليه الاول، حاضر ابعثهم وموضوع لك، نافيس ووركس برضو ان هو وربطه بالبرامج الزمنيه ابعثهم لك حاضر باذن الله. شخصيا، يعني اطلع بمصلحه. حاضر حاضر ولغرابه الامر ان كل لايف بيفتح كلام عن اللايف اللي بعده، احنا ان شاء الله اللايف الجاي هيكون مع المهندس احمد سعيد، حد متقدم في اللين، لين كونستراكشن، و تمام. ده يبقى امتى؟ وحد ان شاء الله هيكون يوم الثلاث باذن الله، الثلاث الجاي ان شاء الثلاث الله دوت ممتاز ان شاء باذن الله. الله. معلش قطعتك بقى. لا لا انا هحاول ان شاء الله احضر. فالشركات بتتجه للين زي ما حضرتك قلت، او بتتجه للبيم لين عامه، بتتجه للتحديث الابديت، اللي هو تمام انت لو شغال لحد النهارده بالخيط والابره وبتعمل تصميماتك مثلا اللي هي القماش والملابس يعني بخيط الابره، هتلاقي في مصانع فتحت وسابقتك ومشيت وانت قاعد في مكانك، فانت لازم تلحق. والناس بما ان دي ثقافه جديده فالناس بتاعتها قليله. تمام تمام يا هندسه، احنا ان شاء الله هيكون في الاخر هيكون في فتره للاسئله، فاللي عايز يسال على زوم او على عايز يسال على الفيسبوك، وان شاء الله نجمع الاسئله ونجاوبها مره واحده. طيب يا هندسه، احنا قلنا ليه اشتغل بيم وازاي، ازاي تبقى مهندس بيم بقى مميز، يعني انت واحد دخلت البيم وابتديت تتعلم، ازاي تتميز في الحته دي، يعني تشتغل في ايه او تدور على ايه او تبحث في ايه فتتميز في الجزء ده، تبقى طيب بتطلع. تتميز بايه؟ ان انت تشتغل اكتر من مشروع وتحاول تحل المشاكل بنفسك. يعني انا مثلا شغال في مشروع وواجهتني مشكله بحاول احل، ما الجاش لحد غير لما اتعب، لازم ادور بنفسي على النت، لازم انمي في خاصيه كده عند الانسان ان هو يلاقي المعلومه ازاي. يعني انا كنت شغال في شركه وكان بين مانجر وصاحبي وحبيبي ويعني ممتاز جدا، ما كانش شغال ريفت خالص، بينما الشركه كلها شغال ريفت، هو كان شغال ببرامج تانيه وبعد كده جه شركه عندنا وبدا الشركه كلها شغاله ريفت، فهو مسؤول عن الريفت، فكان عنده بس مهاره ان لما تجيه مشكله من اي قسم معماري او انشاء او كهروميكانيكال يعرف يدور على النت ويجيب لها حل ويقعد الحل ده ينفع معاك، طب ده ينفع معاك، لحد ما يحل له المشكله. في هو شغال مهاره ان بيم، انا لما هو شغال بيم، الفكره كلها هو فاهم الستاندرد، فاهم الكود، فاهم طريقه التفكير، فاهم الحاجات دي كلها، بس الريفت مش متعود عليه، فهو متعود على برامج تانية، والبرامج تبقى حاجات يعني اغلب الافكار مشتركه يعني. فكان الموضوع بالنسبه له ان هو ازاي المعماري يطلب منه حاجه يقدر يدور عليها ويجيبها له، اللي شيء يطلب منه حاجه كهروميكانيكا يطلب منه حاجه ممكن ما يكونش سمع عنها قبل كده ويقدر ان هو ايه يدور عليها ويجيب له المعلومه ويحاول معاه لحد ما تنفع. الحاجه الثانيه ان انا لازم اشتغل مع فريق، ما فيش حد اسمها انا شغال بيم لوحدي، ودي من ضمن الغلطات اللي في الكورس بتاع الاوتوديسك ريفت، ان هو بيقول لك الكورس جزئين وبيديك الجزء الاول ولما تيجي تقول له عايز الجزء الثاني يقول لك لا لما يكمل عدد. الجزء الاول ما يبقاش فيه جزء خاص بيه ازاي ان احنا نشتغل كتيم ورك مع بعض، ازاي المعماري والانشائي والكهروميكانيكال يتشاركوا المعلومه مع بعض ومحد انا دلوقتي عارف ان انا اعمل الجزء بتاع المعماري، طب ازاي اخد الجزء بتاع الانشائي؟ ازاي ان انا عمل غلطه؟ ازاي انبهه الغلطه ديت؟ ازاي ان احنا نشتغل كلينك مع بعض او احنا الاثنين في ملف واحد ومحدش فينا غير شغل التاني؟ يعني الفكره كلها في الموضوع دوت ان احنا بنحط شغلنا في قلب حصاله كده اسمها الورك سيت، انا بحط شغلي ومحدش يقدر يعدي فيها غير لما يبعت لي انا عايز اعدي، لو انا حاطط شغلي من غير حمايه اي حد من حقه ان هو يعدي. بمعنى كان في مهندس كهرباء ومهندس تكييف، فمهندس الكهرباء حاطط اللايتنج حره مش مقفوله واي حد يقدر يعدي، فجه مهندس بتاع التكييف تمام المفروض هو يحترم اللايتنج، لا لا اللايتنج حره، فراح محرك اللايتنج وحطها في اي حته وراح هو شغله هو، يعني شال اللايتنج من مكانه وحطه في مكان تاني، ف
فبتاع اللايتنج عمل مشكله وقالوا لا الموضوع ده ما فيهوش هزار، انا هطلع للمدير. فلما طلع للمدير، المدير قال له انت اللي غلطان، احنا اسلوب الشغل بتاعنا متفقين كل واحد بيحط الشغل بتاعه فوق ست مقفوله، فانت ما التزمتش بالقواعد بتاعتنا فيبقى انت اللي غلطان. هي الفكره كلها ان انت تبقى تشتغل مع فريق، ازاي تعمل الفاميلي الخاصه بيك لو انت شغال في حاجه وحاجه قدامك ومش لاقيها، تقعد اسبوع على النت تدور عليها، ده هيضيع لك وقتك. انما ممكن تشوف اقرب شكل ليها وتاخد فيها وتعدل فيها وتوصل للي انت عايزه. فعشان تبقى كويس في الحاجه ان انت تعمل مشاريع كتيره، حتى لو انا يعني اول ما بدات شغل كان بيطلب مني الشغل كاد، انا اروح عامله بيم واروح مسافر لهم كاد وادوا لهم واقول له هو الشغل بتاعك. كان بيوفر على وقت كتير جدا، ان انا مثلا في حسابات معينه هو بيعملها لي، في حاجات كتيره جدا بتوفر معايا وقت، بدل ما اقعد ارسم خط وبعد كده اخد اوفست وبعد كده اعمل، انا برسم الحته كلها مره واحده وتطلع معايا في 3 دي، وكنت بعمل له كل اللي هو عايزه واضيف له لوحتين ثلاثه 3 دي. تمام، بقول له دي هديه مني ليك، لو عايز بقى تشتغل شغل بيم وعايز حاجات دي تاني زود لي الفلوس بتاعتي. فلا فاد معايا كتير جدا، وفر لي وقت، طلع لي شغل موثوق فيه، ما بقاش يجي كومنت يقول لا السكشن غير البلان، لا خلاص. وموضوع ان احنا كنا حل الكلاشات في الاسلوب التقليدي كان مرهق جدا، كنت ممكن اقعد احل مكان معين واروح مكان تاني، فوانا بحل في المكان التاني عدلت حاجه اثرت على المكان الاولاني، وانا مش هرجع للمكان الاولاني ده اعمل تشيك. انما في الريفت لا، ممكن اقول له اعمل لي تشيك فيبدا يجيب لي كل الاخطاء في المشروع مره واحده. فلا فرق كبير جدا يعني. بالمناسبة هي دي ميزة رهيبة في الريفت وفي البرامج دي، إن هي حتة إن التعديل فيها مرة واحدة. يعني يمكن إحنا بنتكلم الناس على البيم وبنتكلم الناس على الريفت، بس يعني ممكن لو ما عرفوش كبرنامج هو في شوية مزايا، غير إن ممكن الناس تبقى عندها إن هو بس حاجات 3D. لا هو 3D بس لايف. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا الشقة بتاعتك قررت والله هات الباب ده من هنا لهنا. انت لو انت عملت ده في الكاد هتمشي على كل لوحه وكل الاليفيشنز وكل السكاشن، تجيب الباب ده من هنا لهنا وتغير المقاسات وتغير كل حاجه، وممكن تنسى حاجه، وممكن وانت شغال يفوتك ان كان في حد حط مثلا لوحه كهرباء في الحته دي، فانت كده حطيت الباب مكانها. كل الكلام ده مش موجود في ريفت، مش موجود في برنامج زي ريفت، لانه لايف. هو فرقه عن الاوتوكاد ان هو برنامج بيفكر او فاهم انت بتقوله ايه، هو فاهم ان ده باب وفاهم ان دي حيطه وفاهم ان دي ارضيه وفاهم ويندو وفاهم كل حاجه. فانت بتقول له حرك دي من هنا من هنا لهنا، اوكي هنحركها، بس انت فاهم ان انت عندك هنا ضغط معدي في الحته دي، ازاي هتحرك دي هنا؟ اوكي هيتكلم معاك البرنامج ريفت، برنامج فاهم اللي بتدخله له، ودي ميزه كبيره فيه، فاهم، وانك بتعدل التعديله مره واحده، فمبيحصلش بقى حته اللي هو بيسموها في المانجمنت الكونفيجريشن سيستم، ان انت تعمل تعديله في حته وباقي الاقسام ما عرفتش. فالتعديله الناس شغاله في الموقع بحاجه والناس بتاعت الميكانيكال بحاجه والالكتريكال بحاجه، فيحصل في الاخر اللي هو المثال الشهير بتاع القطر اللي هو طريق كده وطريق كده، وجم في الاخر مين اللي صح ومين الغلط. يعني السكه بتاعت القطر من اللي كانوا شغالين، التيم اللي شغال من الناحيه دي وصل لهنا، التيم اللي شغال من ناحيه وصل هنا، وفي الاخر قضبان القطر طلع كده. طب فمين اللي غلط؟ ما بيحصلش الكلام ده بقى في الريفت، لانه طول الوقت قاري الموديل كله مع بعض. هو المشكله دي حصلت فعلا بين انجلترا وفرنسا، كانوا بيعملوا زي نفق بين الاثنين والاثنين مش راكبين مع بعض خالص، فقعدوا يدرسوا الموضوع، شافوا وقفوا الشغل مين اللي غلطان فيكم، فاكتشفوا ان الغلطان كان ساعتها انجلترا، كانت هي اللي غلطانه في المشروع دوت. يا ترى قصة حقيقية؟ لا لا هي قصه حقيقيه فعلا فعلا، لان فرنسا كان عندها خبره في موضوع الانفاق دوت ايام الحرب العالميه الثانيه والافلام العملاقه ايام هتلر، فكان هم عندهم دقة أكتر من إنجلترا، فإنجلترا اتحملت بقى تكاليف التعديل اللي حصل. عدل لي بقى الكلام. تمام جدا. طيب أخيرا، وبعد كده إن شاء الله لو في أسئلة، مجالات بقى العمل الحر بقى في تخصص البيم، بما إننا هي أصلا سلسلة اسمها Work Out of the Box، وبما إن الظروف الحالية خلت الناس لازم تلجأ برضو لحتة العمل الحر في كل مجالاتها، فهل فيها طلب؟ وهل الثقافة دي أساسا تنفع مع العمل الحر، ولا لا هي لازم تكون كيانات ولازم تكون ناس فول تايم هايرد في الشركة؟ أنا بسألك وأنت أقول آه أو لا. يعني أنا قلت لك قبل الحلقة إن دي مش مترتبة، أنت قولها.
طيب بص استاذ فاضل، هو اولا في منصه اللي هي انجينيرنج، منصه ممتازه جدا تقدر تشترك فيها وتقدر، ما اعرفش حضرتك معانا ولا لا. طيب انا ما قلتهاش، انت اللي قلت. تمام. طيب بص استاذ فاضل، هي الفكره كلها انا اعرف مهندس انت قابلته لما تقابلنا بدون ذكر اسامي، كان بيدخل على المواقع ديت اللي هي بتاعت الفريلانسر ويقول له انا ممكن اعمل لك جوبايه مثلا ترجمه للعربي او ترجمه للانجليزي، بس كان السعر بتاعها بسيط جدا، يعني ممكن ياخد له مثلا 20 جنيه في الساعه 30 جنيه في الساعه. فانا قلت له لا بلاش، يعني اتجه للحاجه اللي قليل اللي عارفها فيبقى فلوسها افضل. فلو في شغل، في طبعا المواقع دي بيبقى فيها شغل كتير هندسي كتير جدا وبيبقى حاجات متخصصه، ممكن يقول لك مثلا اعمل لي فيلا، ممكن يقول لك اعمل لي مثلا رندر للحاجه، اعمل لي حاجات كده. فلما يكون هو مثلا بيحط الحاجه دي موجوده، ففي ممكن مثلا ايه 100 واحد بيقول له انا ممكن اعملها لك، وفي واحد بيقول له ممكن اعملها لك بجنيه، وممكن واحد يقول له ب 100 وبتاع زي كده. انما في لما بتطلب حاجه من حاجات البيم بتلاقي المنافسه قلت، فده بيخليك تفرض السعر بتاعك. لما ايوه تكون حاجه نادره جدا في البيم بتلاقي الفلوس اللي انت بتطلبها اكتر. يعني في بعض المجالات، وهقول لكم بقى افضل حاجات ممكن تدخل فيها مثلا في موضوع العمل الحر دوت، يعني كل ناس كتيره تقدر دوت تعمل شغل البيم، بس قليل اللي يقدر يعمل شغل البرامافيرا بتاع البيم او اللي هو البعد الرابع او موضوع النفس ورك. في موضوع بقى اكتر من كده بيكسب اكتر، موضوع الكلاود. الكلاود اللي هو ايه؟ ان هو عنده بوينت كلاود، عنده ريزر سكان مش في المبنى، فعنده البوينت كلاود، عايز يحول البوينت كلاود ده لموديل بيم، فده فلوسه حلوه جدا، فلوس حلوه. يعني لو انت هتعمل الفيلا بتاعت الريفت دي مثلا ب 100 جنيه، لا ممكن تعملها مثلا ب 200 جنيه، وهتاخد وقت اقل. بس هي الفكره ان قليل اللي يعرف الجزئيه دي. تمام. واحنا كنا شارحين على بيم اريبيا ازاي تاخد بوينت كلاود تحوله لشغل البيم او تديله الموديل اللي هو عايزه. هو فهي بوينت كلاود محتاجه يعني ايه؟ يعني عشان بس برضو بص، احنا الليزر سكان هو عباره عن زي كاميرا صغيره كده بتحطها في قلب المكان وتلف، فتروح محوله كل الشغل اللي موجود الحقيقي المكان اللي احنا موجودين فيه، بيروح محوله لنقط كتيره جدا، فتتخيل كأن المبنى ده موجود. تمام. بس انا بحتاج ان انا ترفع احوله المبنى، يعني نعم ترفع عشان المبنى، يعني ترفع المبنى كأنك ترفع ايوه المبنى. ترفع المبنى، ترفع المبنى. بس بدل عرض ما قد ايه؟ تجيب بس واحد يقعد انا يقيس بالمتر، بدل ما تجيب واحد بيقيس بالمتر، لا بيبقى الموضوع اوتوماتيك، فبياخد وقت اقل وبياخد وقت بشكل اقوى. تمام. وبيطلع بدقه اقل من المليمتر، وده بيبقى مفيد جدا بالذات في الاماكن الاثريه، في اماكن مثلا مبنى مثلا اثري بتحتاج ان تاخد كل التفاصيل اللي فيه، كل النوش اللي فيه، او مبنى اتعمل فانت عايز تاكد الموديل اللي موجود او الشغل الكادي اللي موجود هل مطابق للواقع ولا لا، فتعمل اسبت. فبدل ما تخلي حد يقيس، لا بتعمل ليزر سكان دوت، وبعد كده تاخد الشغل ده تبدا تقارنه بالموديل وتطلع ايه على اساس الناس تشتغل في موضوع الفاسيلتي مانجمنت. فبيفرق كتير جدا. فلو انت اخترت الحاجه اللي نادره اللي قليل الاول اللي يعرفها، هتقدر تطلب سعر كويس. يعني ليه اللي يخلي الساعه بتاعتك ب 10 جنيه، بينما ممكن تخليها مثلا ب 1000 جنيه لو انت متخصص في حاجه معينه. صحيح جدا. فعلا كان فموضوع نزل برضه قبل كده اتفضل. معانا مشروع عن كان عن طواحين، يعني ديزاين لطواحين هوا مش عارف فين كده، واللي قدمه كان قليل جدا، فكان براحته بقى. يعني ده هو يعني بعمل حاجة بعيدة يعني. تمام. ففعلا حتة ان انت تدور دايما ان انت تخرج بره من نفسك، يمكن دي تسمية الحلقة، هي ورك اوت اوف ذا بوكس، او تسميه السلسله دي، ان انت ازاي تشتغل خارج الصندوق. يعني انت ما تحصرش نفسك. انا طبعا النهارده الظروف كلها مش الافضل، والدنيا مش واضحه تماما، فازاي ان انت تعدد خياراتك فما تبقاش ليميتد وما تبقاش دايما. هو في ناس معتمدين على العمل الحر ده تماما، يعني هو معتمد تماما بالشغال في شغلانه مستقله وبيطلع دخل كويس وبيتعامل مع ناس كتيره من اوروبا وامريكا. المهم بس ان الواحد يلتزم بالميعاد بتاعه على اساس ان تكون طالبه كويس، ويطلع الحاجه اللي العميل عايزها. يعني مهما اقعد مع العميل يفهم منه هو عايز ايه بالظبط واديها له، بحيث ان هو يديك تقييم كويس، وده هيساعدك ان انت تاخد شغل كتير بعد كده. في ناس بتقول لك انا اول شغلانه اخدها بمبلغ قليل مفيش مشكله، بس المهم ان انا اخد تقييم كويس لحد ما الناس تبدا ايه تعرف في مجال الفريلانسر. صحيح يا مهندس، بما ان المهندس عمر هو اللي اتكلم يعني، ف
engineering.com وموقع متخصص في العمل الحر للمهندسين، صاحب مشروع. لو انت عندك تصميم، عايز برنامج زمني، عايز ريفيت، عايز موديلنج، عايز وات ايفر، تخش تقول والله انا عندي مشروع الفلاني محتاج مهندس يعمله لي. الموقع عليه حوالي 4000 مهندس في كل التخصصات. بتبتدي الناس تخش، يجي لها ايميل ان انت في مشروع جديد تخصصك، ويبتدوا الناس يدخلوا يعملوا بيدنج، يقولوا عرض سعر على المشروع، ومدير صاحب المشروع بيبتدي يختار اللي هيقدر ينفذه وينفذ منهم حسب السي في وحسب السعر المقدم والمدة اللي هيتنفذ فيها. وبعد ما يختار بيبتدي ينفذ المشروع زي ما طلب. في الآخر بعد تنفيذ المشروع واستلامه من المالك، الفلوس أو ثمن المشروع بيتحول لصاحب المشروع، وكمان صاحب المشروع بيعمل تقييم للمهندس إزاي كان موجود معاه أو إزاي اشتغل معاه، كان من حيث الكوميونيكيشن، من حيث الجودة، من حيث التكلفة، من حيث كل حاجة يبتدي يقيمه. فهي دي فكرة موقع engineering.com للفريلانس أو العمل الحر يعني. أوكي. في شركات كتيرة معتمدة تماما على العمل الحر. يعني في شركة في تركيا واخدة زي عمارة كاملة وبيبدأ يدور على العمل الحر في المواقع ديت ويبدأ ياخد الشغلانة، وبالذات البيم. البيم ما ينفعش واحد ياخد يعني الشغلانة لوحده، بيبقى معاه خمسة ستة، واحد معماري، واحد شاوي، واحد كهرباء ميكانيكال، ويتعاونوا مع بعض. ففي رأس مال حلو في الموضوع دوت، وناس كتيرة المفروض بدأت تتجه ليه، وبالذات في الفترة ديت لو في مشكلة في البلد لا ممكن تاخد شغل من بره البلد ويبقى ماشي زي الفل إن شاء الله. صحيح، الله المستعان. احنا كده خلصنا، فأي أسئلة نزلوها لنا. هنبتدي نشوف الأسئلة. في حد كان بيقول، مهندس بيقول أنا آسف المقاطعة، أنا عاوز أدرس موضوع البيم، عاوز مكان يقدر يديني البيم، أنا مهندس ميكانيكا. هو في حاجتين، في منهج البيم او فكره البيم، وفي البرنامج اللي انت هتطبق عليه. المنهج البيم يعني موجود على قناه بيم اريبيا منهج كامل. انا كنت اخدت الكورسات في كذا جامعه في بريطانيا أنا وفي بتفند كذا جدا على مكان. فكرة. فشرحنا الفيديوهات بالتفصيل تقريبا 5000 فيديو، وشرحنا برضه الريفت. ولو انت عايز تروح مركز، في مركز كتير جدا، حاول تتاكد انها معتمده بس من الشركه نفسها. يعني لو بتتكلم عن اوتوديسك تكون معتمده من اوتوديسك، لو يعني واسال على المحاضر كويس. انا شخصيا بفضل حاجه ان انا قبل ما اروح اخد الكورس، يعني مثلا انا رايح للبشمهندس محمد هاخد عنده كورس مثلا برامافيرا، انا ما اعرفش حاجه عن البرامافيرا. قبل ما بروح بحاول اعرف عنها على الشرح من على الفيديوهات من على اليوتيوب، بحاول اقرا عنها بحيث لما اروح يبقى عندي اسئله احاول اطبق في البيت واشوف المشاكل، بحيث ابقى رايح بذلت جهد فواجهتني مشاكل فابدا افكر معاه في المشاكل. انما لما بروح بالاسلوب العادي ان انا انتظر ان هو يديني المعلقه او ياكلني الحاجه على ما كورسي يخلص، اكون انا لسه ما بداتش طبقت فما واجهتنيش مشاكل. فممكن هو يبدا يحاول يطبق ويحاول بعد كده يروح كورس يطبق او يشتغل مع حد كويس. البيم لازم تشتغل مع فريق على اساس تاخد الفائده القويه. شوف واحد صاحبك مثلا في بقيه الاقسام وتشتغلوا مع بعض في مشروع صغير، ده هيديك خبرة كويسة. مظبوط. يعني انت والمراكز دور على مركز يكون معتمد من المدرسة. حد بيشتغل سيفل وحد بيشتغل اركتكتشرال، بحيث ان انتوا بتعملوا مع بعض الموديل كامل، بتاخد الافاده الكامله. لان انت عشان تعمل اولا ميكانيكا انت محتاج تبني على موديل قائم، موديل قائم مبنى يعني. وعشان تعمل كده برضو محتاج ان انت، وهي دي يمكن اهم نقطه في موضوع البيم، حته الكونفليكتس. فانت لازم تشوف حاجه هتكونفليكت معاها عشان تقدر تتعلم الحته دي، انك تعرف ازاي في مشكله وازاي هتحلوها بقى. هو انا شغال بلاننج طبعا، بستخدم بريمافيرا بطريقه ازاي اعرف اشتغل من خلال البيم، وهل في برامج تانية يعني والمهندس قالها دلوقتي بنافيس وورك. مظبوط. هو نفس ورك اشهرهم، وفي سينكرو، وفي اي تي دبليو، في برامج كتيره جدا. هو الاشهر واللي هتلاقي له الشرح بتاعه موجود النفس وركس. ولو انت شغال بلاننج هتلاقي السينكرو قوي، من اقوى من نفس وركس في البعد الرابع في الفور دي، وبيديك بعض الامكانيات الخاصه بالاداره اكتر من نفس وركس. تمام يا باسم. طيب، هل في يعني شركات معينة دلوقتي معروف إنها بتشتغل بيم فالناس تسعى ليها؟ يعني طب بص، انا مش عايز اذكر اسامي تمام، بس يعني بدون ذكر اسامي، يعني عندك المقاولون العرب، عندك اوراسكوم، عندك زوير فايز، ده عندك دار الهندسه، ديار السعوديه،
في شركات كتيره جدا شغاله في السوق، وانت عشان تتاكد من ان الحاجه دي منتشره ولا مش منتشره، خش على لينكد ان واعمل سيرش عليها في الوظائف. يعني مثلا ايه، انا سمعت ان في برنامج اسمه مثلا اكس بلانر، ده الناس بيقولوا عليه قوي وبيقولوا عليه حلو وبتاع. طيب انا عايز اتاكد من المعلومه ديت، بدخل على اللينكد ان واشوف الوظائف، في برنامجين الاثنين اقوى من بعض وانا مش عارف انا الاقوى، وده انا عملتها فعلا، الريفت والاركيكات. فكنت بدخل على لينكد ان واعمل سيرش بشوف كم شركه طالباه الريفت وكم شركه طالبه الاركيكاد. خلاص لو لقيت الاركيكاد اكتر هروح للاركيكاد، لو لقيت الريفت اكتر هروح. ده من ادوات التقييم، يعني ان انت تشوف عليه طلب في السوق ولا لا. ممكن مثلا انا دلوقتي ما فيش حاجه تانية اتعلمها جديد في المجال بتاعي، بدخل على لينكد ان وابدا اشوف طلبات الوظائف مركزه على ايه. ممكن دلوقتي الاقي مثلا برنامج نزل جديد بيقول ان هو اقوى من الريفت مثلا، ابقى ما اشوفه ايه المشكله. الريفت ده مش شخص صغير، مش هبدا لازم فيه، لو في حاجه افضل هروح لها. ببدا ادخل اشوف الوظائف اللي مطلوبه دلوقتي، لو انا مثلا بفكر اني اسافر المانيا، ايه البرامج اللي بيشتغلوا هناك، هل هم بيشتغلوا ريفت ولا لا. فبدخل اعمل سيرش المانيا الشركات اللي هناك طالبه ايه، اعرف البرامج دي وابدا اتعلمها وهكذا. فاللينكد ان بيدلني البوصله راح فين الفتره دي او الناس عايزه ايه. يعني دي بصراحة استراتيجي، يعني اللي هو ازاي تروح تبتدي على أي وظيفة عامة يعني. الله ينور. طيب ازاي نبدأ برضه، ازاي أبدأ أساسا يعني أشفت للمجال دوت؟ مثلا شغال بلانر، ولا أنا شغال مكتب فني، أو أنا شغال سايت وعايز يعني أبتدي، إيه بقى البداية؟ طيب احنا كنا عملنا بعض الفيديوهات خاصه بتعريف البيم وبالتفصيل، يعني كان اسمها هي على سلسله بيم اريبيا، كان اسمها جاست بيم ات. هي كان كلام عادي خالص ممكن تسمعه كله من غير ما تفتح اي برنامج، بنتكلم دردشه كده ايه هو البيم وايه فائدته. ممكن انا عملت الموديل استفاد منه مثلا بالكلاشات، وممكن استفاد منه بالحصر، ممكن استفاد منه حاجات كتيره جدا، ومش هيكلفني حاجه كتيره ان انا استفاد تاني. خلاص عملت الموديل وعندي المبنى ده، فاقدر استفاد منه بحاجات كتيره قوي. فبنشوف ايه 20 حاجه ممكن تستفاد منهم من غير ما تاخد لا وقت ولا جهد ولا حاجه خالص، لان الموديل موجود معايا اقدر ابدا منه. هو بقى السلسله بتاع جاست بيم ات هيلاقي بعض الاسئله، ولو اي حد عنده اي مشاكل يتكلم معايا ونبدا ندردش فيها ان شاء الله، ونشوف الخطوه الجايه. لو بلانر خش على نفس وركس، لو مهندس معماري او انشائي وكار ميكانيكال بدل ما تستخدم الكاد هتستخدم الريفت، لان هو ده المطلوب في السوق اكتر. بإذن الله. طيب أنا مثلا أنا لسه خريج، وقدامي بقى طرق يعني ديزاين سايت بيم، أروح ليه؟ أنت بتريكومندي طيب بص، ده فاضل البيم مش منافس لا للسايت ولا للديزاين، انت كده بتنافس بين الديزاين والبيم. هو اداه تنفع معاك في الاثنين، اداه لا اكثر ولا اقل. ما بنقولش انها حاجه منافسه، ما بنقولش ان في اساليب اداره، اسلوب اداره اسمه لين واسلوب جاير وبيم، لا. البيم هو علم خادم، علم خادم يعني هيفيدك في اي مجال انت عايزه، ومش هينافس في الحاجات دي. فانت بقى في ناس بتحب تشتغل في موضوع السايت، في ناس بتحب تشتغل في المكتب الفني، في ناس بتحب هنا. انت حاول تنزل مثلا هنا فتره اسبوع كتدريب مثلا، تبدا تشوف انت مستريح ليه. انا شخصيا مثلا بستريح للديزاين، في واحد تاني ما بيحبش الديزاين خالص، هو بيستمتع بالشغل في الموقع، بيحب يشوف الحاجه بعينيه. انا حاليا شغال في الموقع تمام، بس كان راح اكثر التصميم وان انت تصمم الحاجه من اولها والحاجات دي كلها. فكل واحد حسب ما هو بيحب، بس انا افضل ان انت تنزل الاول الموقع وتشوف الحاجه بعينيك وتاخد خبره اكثر قبل ما تتجه لموضوع المكتب، بحيث ان انت ممكن تكون بتصمم وانت مش متخيل شكل الحاجه عامل ازاي. تفرق كتير لما تنزل السايت وتقعد فتره فيها، ويعني عشت السايت حلو يعني ما شاء الله. ده كلام الاختيار في الاخر ليه؟ نعم؟ نصيحة عامة فعلا، انت اول ما هو تتخرج الاختيار ليه؟ ما ينفعش اقول كل الناس تروح سايت او كل الناس تروح مكتب، هو بيبدا ينزل ده وينزل ده، يتضرب في ده شهر وده شهر مثلا، ونشوف هو مستريح ليه. وهيستفاد يعني الشهر اللي هيضربه هنا مش هيبقى خساره ليه، هيستفاد بيه كتير جدا في المكان التاني اللي هيختاره. في سؤال، هو تقريبا يعني سؤال مكرر برضه، انا هشتغل بنابس ووركس، هل لازم اكون بشتغل ريفت؟ لا مش لازم، انت ممكن الشركه يكون في حد بيعمل الريفت وانت بتشتغل على نفس ووركس، بتربط بين الريفت وبين البروماتير، مفيش اي هو مشكله لو خالص ان انت يعني انا لو هحاول اتعلم حتى النابس ووركس هندسه،
انا هحتاج الموديل اللي اتعلم فيه، صح؟ انت محتاج الموديل اللي تتعلم فيه، بس ممكن حد تاني بيعمله لك. يعني هو في قسم بيعمل الموديل وقسم تاني بيشتغل في الفور دي. انا اعرف سيد في الامارات كل شغله بياخد الشغل الموديل ويبدا يربط بينه وبين البرومافير، ما بيفتحش برنامج ريفت خالص، تمام؟ يعني كل علاقته ان هو يربط بين الاثنين، وده تخصصه وبيعمله بشكل قوي جدا، وكل شويه بيبدا يعمل تطوير. وبالنسبه للتطوير ديت دلوقتي في حاجه جميله جدا، انت حضرتك طبعا بتعمل في البرامبيرا بتعمل البلاند وبتعمل الاكشوال. هو دلوقتي يقول لك الاكشوال دوت هيتعمل تلقائي من خلال موديل البيم. العكس بقى، يعني هعمل ايه؟ هعمل الطياره اللي هي الكرين ديت، الدرون الصغيره ديت، الدرون الصغيره، وهتمشي وهتبدا تسجل اللي بيحصل، واوتوماتيك من غير اي تدخل مني بتاخد المعلومات دي وتعلم في قلب الموديل ان الحاجه دي اتعملت النهارده، ويروح عكسها على البرومافيرا يقول له خلي بالك ان الحاجات دي اتعملت النهارده، فاوتوماتيك هو يبدا يطور او يعدل او يبعت ابديتد على وده فعلا في مشروع موجود في الامارات، اعرف الدكتور اللي عامل المشروع ده، او بيركب ساعات كاميرات مراقبه حساسه جدا ويتعرف على الحاجه اللي هتتبني. يعني لما يتبني عمود يبقى عارف ان العمود ده موجود في المكان الفلاني فيعمل ابديت في الجدول ده. فده دي حاجات شغالين فيها دلوقتي. ده كلام عالي قوي، تحس ان انا بنتكلم على ناشونال جيوغرافيك او حاجه. لا لا، موجود في المشروع بقاله سنتين شغالين فيه. ما شاء الله، هو مجال رائع عامه، وبصراحه يعني انا استفدت جدا في المحاضره، واستفدت اكتر يعني. انا زي ما قلت لحضرتك انا كنت شرفت بان انا كنت من تلاميذك في 2012. العفو يا استاذ، حضرتك استاذنا، الله يكرمك يا استاذ، ربنا لا يزيدك لا استاذ. حقيقي يعني، وساعدت انا تاني ان اتفق على حضرتك كورس وتعزمنا على بيتزا بقى في اخر ال انا موافق. انا اتعلمت منك على فكره، بامر اتعلمت الله. كورس واجيب هديه واجيب، كنت بجيب بقى تورته، انت كنت جبت لنا ساعتها بيتزا، ف اتعلمتها منك حقيقي فيما بعد يعني. ربنا يجعله في ميزان حسناتك، واحنا شاكرين جدا جدا لوقتك معاك. ان شاء الله كل البرامج واللينكات اللي اتكلمنا عليها تكون موجوده في لو الكومنتس. اي حد عايز حاجه يتهمروا ان شاء الله. مهندس عمر سليم بس انا يعني اي حد محتاج اي حاجه هو بيتواصل معاه، هو حد معطاء جدا بصوره مش طبيعيه، وما شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناته. بما ريبيا كمان تابعوها، هي عليها كنوز حقيقي، كنز في كل مجالات الهندسه حتى. وأكبر محاضرة بتاع حضرتك إن شاء الله الأسبوع دوت. ان شاء الله انا هكون عندهم، انا اضيف عليهم بقى يعني صاحب ارد بيت يا الزياره. أستاذ. ارد الزياره يوم الاحد ان شاء الله، إن شاء الله. وان شاء الله تكون محاضره عن العمل الحر برضو. شكرا، ألف شكر حضرتك، الله يكرمك. اللقاء معاك يا هندسه، وان ألف شكر. شاء الله تتكرر، وشكرا الله يكرمك. لوقتك. ألف شكر حضرتك. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.